برلاسان كتجي في الطيارة كدوز في الديوانة تيشوف واش فيها شي كورونا ولا ما فيهاش، هذا كتلحق لينا صافية مشيكينا، كدوز حلف ديال المراحل واش فيها شي شوكة ولا ما فيهاش، بس الناس ما يدقوا مس الشوك ويولي تاني عندهم بو حمرون ولا بو شويكة. رموزر كان راك القد سو هنا، يشوف دير ليها زيت العود ودير ليها سيدي المجبنة والزيت العود والمزبنة والزعتر، ودير عليها شي كويس ديالها تا وشي خبيزات يكونوا حرشين محمرين. ايوا الدواء ديال لي ستوما او في كاس. ايوا سمحوا لينا شحال هكا نغيبوا عليكم، ولكن كنجيبوا لكم شي حاجه جديده. وديروا هاد التخليط، هاد الوصفه ديرها مزيانه للمعده والعينين، راه كيصفاو من الدموع. وما تاكلوش النبق بزاف، راه كيدير الرمص. لا هو باقي شي نبق، الله يستر كل شي بسا. الكرموسه المغربين علينا، هاهي كتلحقنا حتى لهنا. لقينا اخويا تيشويونا ماشي بحال دوك الشطوله ديال المغرب. شوف الكرموسه دايرين ليها السان والقرشان، شوف كي دايرين ليها هذا، هي مسكينه حاطينها احنا جابينا غير في الشطوله شي معشي. ايوا هاك دايره هاك. ايوا الحمد لله. المهم رحنا كان حتى حنا كيلحقنا داكشي اللي كنبغيو. أنا نتمنى واش يدي تكونوا استمتعتوا وبالصحة والراحة وما شهيناكم. يا هذا راه ديال رحامنا، هاد الكرموس النصارى راه ديال رحامنا. ما فيه حتى شوكة، تاكليه مقصورة. ها العنب الطبيعي ديال الزردة، لا كيماويات ولا شموم. هو ما كيكبرش مشيكين، تيبقى ما كنديروش ديال داك البرودوي اللي كيغلطو. يا ها محلاها بحال السكر.